السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف ما كتشوفوا معايا هنا الخاليه اسلام. اخر ماتش اخوتي لعبتو ضد عبد الرحيم وخسرتو، بديتو جوج لعابه دابا تربحوا بهم ان شاء الله ولا الخساره؟ ان شاء الله غير حاجه هذاك الماتش الاخر مع ما كنت حامله غير لعبوا ضد هذاك جوج لاعبين بربا صحاق عينينا، قلنا اللي يحبس ما بغاش يحبس. خوتي دابا جابوا الخاليه واسلام. اسلام هذا اول مره يبان معنا اخوتي، هم الخاليه جابوه مشيت تبوه. موافقه جابها لنا الخاليه، والله يتعدى ان شاء الله اللي يبين لي هنا. هما دو الرباعي جمعوا ربعه، جمعوا الرباعي. شنو كاين كنربح؟ ناري عزه جبتي لي الخاليه، جبتيهم لي اخو ماشي ما يكون حار عزه. يربحهم يربحوك يا تعيا يفشلوا، لا غيسخفوني. وكاين ربح لمن؟ ليا نزقدهم خنعرف شحال كاملين. المهم خوتي كنصنع في الحارس اسامة خوتي راهو جاي. ورجعنا خوتي مع انطلاق الشوط الاول. الخلية كيلعبها الصغيرة يضربوا عليك الخلية زقلها اسامة فايق. رجعنا مع ضربة مرمى كيطال الزق. يا الله الزق الاول مشى أسامة. ايه 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 مالكم ايه 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 حالك يا ايه ورجعنا مع ايه وسط ايه 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 أسامة ايه 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 والله خاش التماس ديالهم. زيد أصدى اليوم تبان لك الرياضة عندك. خوت اللي بغى يتحدى لي هذا الفرق حطها في الأرض أصاحبي، حطها في الأرض، حتى حطها في الأرض، حطها في الأرض. حنا كنلعبوا بحال هكاك، خوت اللي بغى يتحدى لي الخليات وإسلام وإسلام يبان في الكومنتيرات درتوا ولا خسروا ضد أزا، نربحهم أزا، لا أزا خسر. يبان شي واحد في الكومنتيرات يخرج يلعب معاهم. هلا أسامة. الله اسلام كيقطع. رجعنا مع اسامة قطع الازرق الازرق الاول مشى معليش حق سمارك اسامة. اول محاولة الزاوية كان شي قطيع على الازرق. اسلام اخويا احنا كنا نروح نسوق بلاصه في الدور الصدر نسوق جاني الله سير لعب باس هاي لعبات الله الزق تعادل وش خاليات كيتمشاو شويه ما على بالهمش الزق برك عليك تعادل جاءنا أخوتي مع ضربة وسط الخلية كيلعبها مع الخلية العاب اخويا بغا يلعب اوزا بعد ما كان خاسر كيجيب جوج لواحد. رجعنا مع ضربة وسط محمد ال محمود الخلية الزرقاء اسلام. قاسك من تحت والله ما قاسك من تحت قاسك من تحت والله ما قاسك من تحت يا الله خليه. الله خليه اصبر اشدهم
سلامة. واش لعب واحد ميونزا؟ ما باقيك شوط ثاني بقى الكل فيه. أنا ما كنتش مشاو أخويا. وخالية شفت مرقد. شفت مرقد الخاليات أخوتي. خاسرني بجوج واحد باقي كيلعب اللور. هلا أصدق شو أسامة؟ إيه ما نسعى شيء والو 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 رجعنا خرج مع دروس وسط لعبات بسرعة وأربع دقائق إسلام قطع أصدق أو أصدق لا تال واحد إيه ساهل خلي واحد خاوي كيف أنه حالي قطع أكبر رجعنا خرج مع دروس وسط نتيجة 3-1 قبل ما تلعب قانون جديد عندكم حق تضربوا من ورا الصوره قال لكم والو خلينا ماركو ورا الصوره خذوا راحتكم الله بينوا لي ها الاسلام اش فيها اخوي 4-1 كطالب بالفار الفار رجعنا الفار خوتي ما باش ينفذ ما كفر اذا البيت محسوب 4-1 لعبات الخلية أسامة سيارة أصدق أنا شحال أي ماركة يا الله عمو بدي يقولوا كبار أصدق حريمي حريمي أصدق خذ حريمي أصدق ولكن خليهم بوحدهم اسلام هذه الغي مارك ردوا معاه البال هذا الاخر اش كديروا به طيب فايقوا الدراري يلاه عندكم حال اسلام خصوصا صراحه خوتي زيروا حيت كنت معاهم بالذكاء كيف تبارك الله بيش ويلي بيجو في الاول حمزه عطري المحاوله شحال ما درت المحاوله رجعنا مع ضربه مرمى وسط خارجه 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 خليه يشكل اورجو بالصيغه ما يقاش كاين اورجو كاين خاص تعاونهم عاد خليه محمود محمود الاسلام راكم خاسرين 4-1 اوه بيان جوي اثق فيكم الدراري اثق فيكم ديروا الرومونطادا 4-4 رجعنا مع ضربه وسط النتيجه 4-2 واخر جوج دقائق في الشوط الاول وزكي وضع الكره بعاد يمشي ارتاح رجعنا مع ضربه وسط لا رجعنا مع ضربه مرمى اسلام لعبه مع خاليه يقول خاوي ولكن اسامه مكان صحيح كما بالضبط شين يا زلمه رجعنا مع ضربه مرمى نتيجه 4-2 وبقى دقيقه ونص ناري ناري الزهر الزهر عليا تيكي تاكا باصات هكا الحمار شاع الزهر خمسة جوج تفوق الزاوي رجعنا مع الوسط كيلعب الاسلام اسلام كيف بدا التكنيك تاكتيك جديد هلا اسلام هلا اسو هلا هلا اشو كيف شاف مشاه والله صراحه اش بغيكم خوتو واش حقر عليهم ولا مازال صوت انا يكون انتقام ديال الخلايا ايه ديس
اش عصبتي انا اتفق على الهضره وديروا خطه ان شاء الله. رجعنا اخوتي مع ضربه مرمى نتيجه 5-2. لا لا معليش حق بيلانتي بيلانتي واش هاد الكور واش هاد الكور هاد هو الكور هو شي لا ماشي شي وليت انت هجوم لا اخر محاوله في هذا الشوط الاول هي هذيك باس هذا خليها اعطاكم بيلانتي فابور اوز صاف صوتي ما عادش كدير ارتاح اوز ارتاح صوتي الله سرقه كلشي قالك تزقلها اوه يا زقيل وانت الشوط الاول انت الشوط الثاني اسلام ما تعرفش اسلام ما تعرفش ورجعنا مع الشوط الثاني اوز لعب لي خويا ضربه وسط مع اسامه والنتيجه 5-2 كان عندو كتقوى بها اوز على اسلام قتلو وي وي خاصك لومبيرونس نو درا ملعوبه نو 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 على اسامه انا خالد يا جو رجعنا مع أسامة ضربة مرمى خفان وزن مسالي وخليك تمشي فوق أنا مع التماس خالية قطع الخالية الثانية ويلي تمرقين خلي بغي زر شو بغي يدير اخويا اسلام كيف رايح حمد كورة رجعنا مع ضربة مرمى نزك لعبها قطع الخالية ناري الخالية اش كيزقل واش ندير لها اخويا انا وهي شدة بيدك بيلانتي شدة بيدو لا انت شديت بيدك بيلانتي خمسة ثلاثة واش هترجعوا في النتيجة؟ ترجعوا ان شاء الله رجعنا اخوتي مع ضربة وسط النتيجة 5-3 لعب 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 شوفوا شوفوا هذا اسلام اوه كوفرة 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 شديت شي مرات اصدق عسكر تقادا ومبقاش بزاف اوزا بقى شي 6 دقائق بقى 6 دقائق الله اي يا اخني يا رجعنا مع الخلية خلية الخلية يلا اسلام ما داز قلت الخلية صراحة كان سجل 5-4 الزاق الزاق أبش يا شعر مالك أخويا قلت حق نسحبك أم واحد قلت حق عليك أم وزا وقلت شاد الفلوس نضحك أنا بزيان سير العاد هلا إسلام تشيري أوه إسلام عقالي لا أسامة يوقيت المرمى اش بلاتي تلعب سيطلع اسامه دريب اليوم طلع 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 واحد المحاوله اصلا اي لا ازا بقاش بزاف
هذا غاب شمس اسلام صحيح اسمه تقاش بزاف اصبر اوه اصبر ربعه 4 5 جيبوا التعادل باك والله اتحس لا 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 يعني انا راسبي لعب اخويا طلع الوسط طلع الوسط طلع الوسط رجعنا مخرج من ضربه وسط نتيجه 4 ل 5 وز سخف مات بقى 4 دقائق ونص ارجع 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 ورا الخط كي ضحكوا هذو الخليات وز غادي يجيبوك بغي يربحوك اصغر رجع لور رجع لور غادي فونس سيستم ديفونسيف انا نعطيك نصيحة لا 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 كيما قلت شويه الربع رجعنا شوف الدراما اوزا كيما تشيرا ما علي شيرا هو هلا اوزا شا هاي لي فرق سكاد انا مالي اه الازرق تقاتل والله يفس اه اسامة ديالهم باقا 3 دقائق هذا اسلام ناري ناري تيكي طاكا وضربه فاشله عزه طلع عزه طلع اوكي طلع طلع ما شوف 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 ناري شوش حمار 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 اصحبي كنقول خيوا اصحبي اش خرجت رجعنا مع التماس ديال اسامة ها الزر يلا ناري 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 اخر دقيقة اخوتي ورجعنا مع ضربة مرمى اسامة لعب اخويا لعب اسامة خليات كيديوها رجعنا مع ضربة مرمى لعب اخويا اسلام ملعوبة بقى دقيقة 45 ثانية يلا 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 كي ضيع وباقة دقيقة ونص رجعنا ضربة مرمى اخر دقيقة ونص اسلام بيان جوي بيان جوي اسلام دوماج ما دارش سير اخويا سير هكاك عطيه 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 وهدف واخر دقيقة في الشوط الثاني والاخير اخر دقيقة عندكم واش تجيبوا في التعادل يا ربي جيبوا التعادل ورجعنا مع ضربة وسط واخر دقيقة في هذه المباراة واش قص غادي الفلوس واش مرتاح ولا غادي نشفو الدراري ولا معاهم بينانتي خلينا لنا التعليقات الاراء ديالكم شاتا بقى 45 ثانية رجعنا مع اسلام اخر 45 ثانية كيلعبها داخلية اخر 40 ثانيه
ديال اسامه. لا ضربت مرمى، ضربت مرمى ديال اسامه. اخر 40 ثانية وقفنا فيها. سير اخويا، ناري 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 مشات. يلا اخر 30 ثانية. كرة خارجة. رجعنا مع ضربة مرمى واخر 25 ثانية يلعب اسامة. الله سير. عاف. انا مش خاشر محسوب علي. لا 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 ما رشيت. سير 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 سير. تعال خوتي. المهم دزنا البلانتيات، دري ماركه وصلت دقيقه 90. عندكم الشيريات وزوج الشيريات، تحبسهم وتيرهم حتى المسؤول على راسك. كيفاش حتى تيرهم تحبسهم؟ سير اسلام كيقول لي سير سير اسلام. راه اش لعب؟ ما نعرف مالك اخويا. سير اسفع حبس. شيريه وزوج. لا لا وحده وحده. شكون الحماس؟ ها رئيس عيانيك شيري. ها زادك تبغي تشري انا؟ صافي شيري عفوا. بيت الزا اربع الثاني بقى الثاني. يلا اسلام. جيب ربحنا. شو ربح؟ انا تعادل ولا خاصك تماركي وزقل هو عاد تعادل. عاد تعادل هما الماركو. اه ناري زقلت خسر. ناري الضغط اخوتي ما يمكنش. زعلي زعلي زقلي زقلي صراحة كان عندهم امكانية باش يربحوا الزا هما ما عرفت مالهم. الله يهديهم على راسي. الله رجعنا مع ضربة ايسو. اسلام تزقل طيرهم كيزقلهم وانتهى المباراة. لا باقي تيري ايسو قلت. سؤال المشاهدين دابا انا الا زقلت هاد الكرة الثانية شحال نكون ماكي وحدة وحدة وزقلت وحدة ماكيت الأولى. حيدا بويدا هيا يا قصه هيا يا قصه قال لك بغاك حمزه قال كادو.